احنا جينا اليوم بمنطقه الحلويين باقليم موزان، بهذه المنطقه اللي درت فيها قافله طبيه متعدده الاختصاصات، فيها اختصاصات طبيه وفيها اختصاصات الانسانيه بحكم انهم صايبوا بزاف الاماكن هنا في هذه المدرسه وصبغوا لهم الحيوطه وصايبوا لهم ملعب الاطفال. بالنسبه للاختصاص ديالنا اللي هو طبي، اولا كنبغي نشكر هاد الناس الساكنه ديال هاد المنطقه كامله اللي استقبلونا بواحد الحفاوه كبيره. الاختصاص الطبي جينا من كما قلت لكم اطباء من مختلف المدن، عندنا اطباء من مدينه تمارا، اطباء من مدينه الرباط ومدينه سلا. كنقدموا خدمات طبيه بالمجان والادويه الحمد لله متوفره بكميه كبيره، واهم حاجه هو اننا عطاونا واحد المكان اللي مستقل على البقيه ديال الاماكن باش الاطباء باش الناس يدخلوا عندنا ويكونوا فرحتهم، الناس حتى حد ما يسمع لهم، حتى حد ما يعرفهم علاش باغيين يسولوا، حتى حد يعني كاين واحد الاستقلاليه وشيء جميل ما كنلقاوش بزاف ديال الاماكن. الحمد لله زعما الامور كدوز بطريقه زوينه، الدواء كاين تبارك الله وكلشي بخير تاع الحمد لله. السلام عليكم. اليوم جينا نضموا قافله طبيه وانسانيه، واستجابه حنا كاطباء استجابه النادي ديال الانسجه كنيطره انير، نقدموا خدمات طبيه، تقديم ادويه واستشاره طبيه. الحمد لله كانت استجابه للسكان حيت بعيد عليهم المستشفى بالبدايه، والحمد لله حنا غاديين. وكنشكروا انير، كنشكر السلطات والجميع. شكرا. السلام عليكم. صاحب راسي علي بطايا، نائب رئيس ديال نادي انير. جينا اليوم لدوار الحلويين في جامعه وزان ضمن واحد القافله الطبيه. الحمد لله القافله الطبيه لقات واحد النجاح كبير، بزاف ديال الناس جاو زاروا الطبيب وخاصه تعمل عليهم انهم في اي معتيه هي انهم يوصلوا للمستشفى اللي جا بعيد. الحمد لله انا واحد الدرجه كبير، واحد القصه ديال الدوايات، والحمد لله الامور كامله غاده في كيف صممناها. الله يطيرها. في هاد الثلاث ايام مرت القافله الانسانيه ديالنا عبر بزاف ديال المراحل، ومنهم قافله طبيه اللي استفدوا منها تقريبا 195 واحد في اليوم الاول، مع العلم انهم اليوم هو اليوم الاخير ديالنا ديال القافله الانسانيه، ومازال كتستمر، يعني غنقدروا نوصلوا تقريبا واحد 250 مستفيد من القافله الطبيه ديالنا، بالاضافه الى الطاقم الاداري اللي كان كيساعدنا واللي هما اعضاء من النادي ديالنا اللي كيتراوح العدد ديالهم ما بين 7 حتى 9 ديال الناس. هاد القافله هذه عرفت بزاف ديال التاثير على هذا الدوار هذا، مع العلم انه نقدروا نعتبروه من الطبقه المهمشه حيت جا شويه بعيد على المدينه وعلى بزاف ديال الحوايج، بالاضافه الى انه هاد الثلاث ايام هذه حاولنا انه نركزوا على الاحتياجات كاملين ديال بزاف ديال هاد الناس ديال هاد المنطقه هذه، من ناحيه ديال الضوء، من ناحيه ديال انهم عندهم كيعانيوا من بزاف ديال الحوايج، سواء بالبرد سواء على حساب المنطقه اللي بعيده هنايا، حتى الا مرضوا ما يقدروش انهم يستافدوا من شي حاجه، دونك حنا حاولنا اننا نسهلوا عليهم بزاف ديال الحوايج من هاد الناحيه هذه، من اطباء اللي جبنا اللي كان تقريبا 7 ديال الناس، 5 منهم كانوا دي جينيراليست وجوج منهم كانوا دي فارماسيان. حاولنا اننا نجيبوا لهم الدواء اللي يقدروا يستافدوا منه في هاد الثلاث ايام هذه كامله، وفي نفس الوقت حاولنا نقربوا منهم باش نعرفوا نزيدوا نعرفوا الاحتياجات ديالهم. بالاضافه الى القافله الطبيه درنا واحد الترميم ديال المسجد اللي كاين نيت في هاد الدوار الحلويين، وبطبيعه الحال حتى المدرسه حاولنا اننا نديروا لها نقادوها ونصايبوا واحد ملعب ديال كره القدم بالنسبه للدراري الصغار حيت جات بعيده على الناس فين ساكنين، وحاولنا نقربوا منهم اكثر. والحمد لله زعما كنظن انه التاثير ديالنا في هذه المنطقه هذه كان ايجابي بزاف. كنشكركم على الحمله اللي قمتوا بها معنا، اللي قدمتوها لنا على حساب هذه الحاله الطبيه، الجمعيه الطبيه، كنشكركم بزاف. كنا محتاجين ليله مواطن تا هو مسكين ما كيخرجش وما كيلحقش يخرج وما كيجبر في الخروج. كاين الناس اللي ما كيقدرش ما كتجبر فيه تمشي وعيانه، بلا عطاونا دابا كيعطونا الدواء وجبرنا الناس كتستقبلنا مزيان كيعطونا الخطر.
هذا الحمد لله شرف كبير وشرف الجماعة ديال السيد رضوان وشرف الجمعية ديال أنير، وحنا استقبلناها أحسن استقبال وقامت بعض المسائل اللي هي إنسانية بامتياز، وهي مدرسة الحلويين إصلاح ما يمكن إصلاحه بمدرسة الحلويين وتقديم الدعم للساكنة المعوزة اللي هي محتاجة لهذا المجيء ديال هذا البراعم. وحنا هاد البراعم كنا من الناس اللي مساهمين معهم وقدمنا لهم الدعم اللي يمكن يفيدهم ويفيدنا حتى حنا، ويعرف بالجامعة ديالنا ويعرف بالدوار ديال دوار الحلويين اللي هو داخل جماعة السيد رضوان.